السلام عليكم. الا تحرقت لك الطنجره فيها الماكله، ها هي كتشوفوا انا تحرقت لي بطاطا في هذا الكاسرول، كنشبروها زدت عليها الماء، ها هو تفات ديك البلاصه اللي محروقه تنصص، زدت عليها معلقه كبيره الملحه، الملحه البيضاء، رديتها كتغلى، من بعد طفيت عليها بردت وغسلتها بكل سهوله. هانتوما كتشوفوا النتيجه ساهله، ما كاين لا هادي ولا ديك. كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها.